ماذا تتوقعون بعد هذا القرار، قرار المحكمة الاتحادية بإبعاد السيد هوشيار زيباري؟ هل هذا الإبعاد يعطي دفقا أكبر للسيد برهم صالح باعتقادكم؟ تحية لك وللزملاء ومشاهدي التغيير. نعتقد جازمين بأن العملية السياسية في العراق تحتاج إلى ضمانة، والضمانة في مرور العملية السياسية بحدودها القانونية يجب أن تكون هناك مؤسسة دستورية تحافظ على هذه الضمانة. لذلك المسار القضائي والقانوني لربما في حسب الدستور العراقي تقع على عاتق المحكمة الاتحادية. نعتقد بأن قرارات المحكمة الاتحادية كأنها باتة وملزمة، لذلك يجب على الجميع احترام إرادة القضاء العراقي، على جميع القوى السياسية العراقية أن توفر الغطاء السياسي لديمومة المسيرة القضائية في العراق باعتبارها كما أسلفت بأنها ضمانة دستورية للجميع. من هذا المنطلق الاتحاد منذ اللحظة الأولى سواء كان في إقليم كردستان أو حتى في السلطة الاتحادية نرى بأن الفضاء القضائي للدولة العراقية يجب أن تبقى بحيادية وعدم انحياز، ويجب أن ندفع بالقضاء وأن ندافع عن القضاء بما يتعلق، ولا نكون انتقائيين في ملفات التي نختارها في مصالحنا تعتبر جيدة والتي في غير مصالحنا تعتبر سيئة. لهذا هذه الانتقائية والتناقض في الحوار يجب أن يترك من قبل جميع السياسيين. نحن في الاتحاد رؤيتنا واضحة في العملية السياسية، نعتقد بالتزامن مع المسار القضائي يجب أن يكون هناك حراك سياسي جاد. هذا الحراك السياسي يجب أن يفضي بالتالي إلى حكومة قوية، رئاسة جمهورية قوية، أدوات التي تستخدم في الدولة العراقية في السلطة الاتحاد يجب أن يكون أدوات قوية ومستقيمة ونزيهة. لذلك منذ اللحظة الأولى الاتحاد قالها، وعندما سمى السيد برهم صالح كمرشحا لرئاسة الجمهورية عول على الفضاء الوطني، عول على إرادة قادة الكتل، عول على باعتباره أداة رصينة تستطيع وصاحب مؤهلات تستطيع أن تنقذ العراق من هذا المأزق. العراق يختلف عن المرحلة السابقة، لربما هناك بعض الأمور يجب أن نتجاوزها ونتخطاها بالإيجاب، ولا نعود إلى المسلسلات السلبية التي حدثت في السابق.